الله تعالى هو الذي تولى قسمتها واللي راح زور وكل لافوكا وكل النوتير وكل كونسيرفاتوار وكل السماء وكل الارض وكذا، ما بيش مشات الامور ومشات الوثائق وزور واستعمال الزور والمزور ما كانش كاع مشكله، والحانوت ديته والدار ديتها والسياره ما كانش مشكله. ايوا بعدين سنقف عند الله، كما قال لي واحد اداوني في مشكله بين الورثه، انا رحت نحط بيناتهم رحمه ربي يعني نساوي بيناتهم نقول، قال لي اسمع هذا باباهم هو ابي، باباهم هذا هذا اللي عنده هذا وهذا 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 وهذا، انا ما عندي شيء، ابوهم هؤلاء هو والدي، فكيف لهم ان ياخذوا هذا كله وانا ما عندي شيء؟ سبحان الله العلي العظيم. تلك اذا قسمه ضيزه، هذه قسمه جائره فيها ظلم فيها عدوان. النبي على قيد حياته جاءه رجل عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ارواح نديك معايا نشاهدك باللي راني اعطيت الولدي هذا، ولدي هذا انا اعطيته هذا المال. مشى معه النبي وقال له يا رجل اكل ولدك اعطيته والذراري الاخرين اعطيت لهم؟ قالوا لا ما اعطيت لهم، مش اعطيت لهذا. قالوا النبي روح اذهب فاني لا اشهد على زور، وفي رواية اذهب فاني لا اشهد على جور. تقول له مين ديت هذا؟ يقول لك اختي ما داتش ويما ما داتش لاخاطش حنا النساء ما يورثوش. منين جبتها هذه؟ اعطي لها تشوف في يديها، مسك لها المال، اعطي لها المال، اعطي لها 200 مليون في يديها، قل لها هاكي هذا حق باباك، شوف ساعتين ان تحكم ولا ما تحكمش. انت داير قاعده مسبقه، وهذه القاعده عند الكفار مش عند المسلمين. الكفار في جاهليتهم كانوا لا يورثون المراه ولا يورثون الصبيان، وبقات هذه العادة سارية المفعول إلى يوم الناس هذا، ورثها الرومان والروم وهي عند عربي الجاهلية وما زالت حتى عند المسلمين. يقول لك أنا ديت كذا وكذا خاطش أختي ما تورث. شكون قال أختك ما تورث؟ من؟ يقول لك يما ما تديش من بابالي أن يما أنثى. من بالصح؟ هذا كلامك. ارفد تشوف 500 مليون قول أروح أختي هذا الحق من بابك، أختك هذه عندها زوج وعنده أولاد وعنده بنات، ترفض 500 مليون؟ أختك لي نقول ما تديش 10 ملايين 10 ملايين لما تحطهم عندها تقول لها هذا حق بابا وروح، ماشي تقعد عند راسها تقول لها هذا حق باباك وانت واقف عند راسها. ممكن هي تستحي عن مضاضين تقول لك لا احنا العادة مندو. لكن حطهم وروح، والله ما تفرح بهم، والله ما تزيد تشوفهم، حق حق ربي أعطى لها المال هذا، فهذا بخس لحقوقهن. المرأة أم ولا المرأة زوجة ولا المرأة أخت لها نصاب معلوم في كتاب الله في مسألة المواريث. فالذي يقوم الآن يقول احنا ما نعطيهاش لأنها أنثى، وجماعة يقول لك لو كان نورثوها سمعنا دخلنا راجلها، وراجلها غريب في العائلة، احنا عائلة فلان بن فلان ولما نجيبه نسيبنا راح تدخل الغريب في العائلة. يا واحد الطماع يا وحد الطماع، ستقف بين يدي الله، لا عذر لك يوم القيامة. بما تجيب الله؟ تقول يا ربي ما عطينا لهاش لخاطر يا راجلها من بني فلان وحنا عائل فلان وحنا محافظين وحنا في. دع عنك هذه الجاهلية، عد إلى رشدك. الأنصبة محددة في كتاب الله عز وجل. الراجل لما يجي يموت يخلي وصية، الوصية لم للورثة؟ لا، الورثة عندهم نصيبهم، ما ينجمش يقول إذا أنا مت أعطوا وليدي عبد الرحمن أعطي له نصف من التركة، ووليدي عبد الحليم أعطيه ربع، لا يحق له ذلك. تعرف الوصية لمن؟ الوصية يقول يا جماعة إذا أنا مت فلان راه يسالني كذا، جيد، يا جماعة إذا أنا مت الكفن نتاعي والتجهيز نتاعي من مالي، صحيح، يا جماعة إذا جيت تقسموا التركة خذوا الثلث منها، والثلث كثير، خذوا الثلث من هذا المال فأعطوه لفلان وفلان ليس من الورثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. اللي عنده نصيب في القرآن عنده نصيب يديه، ما نخليهولوش وصية، إنما الوصية تكون لمن؟ للفقراء والمساكين واليتامى.
قلهم يا أولادي هذه التركة اللي خليت لكم، إذا أنا مت خذوا نصيب أعطوه الفلان ونصيب أعطوه الفلان، ما همش من قرابته الذين يرثون، عندهم نصيب محدود ومعلوم في القرآن والسنة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تأكلون التراث أكلا لما عبك في هذه الساعات يحب هو، هي أنصبة معلومة، لكن يود أنه لو يأخذ كل التركة. وجينا احنا هنا العينات يقول لك هاو مات والدنا وترك لنا دكاكين وترك لنا عقار وترك لنا قطع تاع قطع أرضية وترك لنا وترك لنا. الكبير في القوم يريد أن يستحوذ على ماذا؟ على الجيد، لأن العقار يختلف من مكان لآخر. دكان في في في, في لاري ديزلي ولاري ميشلي ماشي كيما الدكان في براقي، يحب يدي هو كاع المليح ويقولوا مد الدكدان. من خول لك هذه القسمة؟ وزيد لما تديها لرضينا لك بذلك؟ نحن لم نرضى. هذه قسمة جائرة وستتحمل وزرها يوم القيامة. الإنسان يتعفف ويقول أنا بيني وبين قبري يودي خطوة يتردم علي التراب، ماذا أصنع بهذا المال الذي أخذته بغير حق؟ هذه أموال اليتامى، لا يجوز لك أن تأخذ منها ولو دينارا واحدا إلا ما جاء مقسما مبينا موضحا في كتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. تأكلون التراث أكلا لما. أنا مشيت واحد المجلس هكذا قال لي لا قسم بيناتنا احنا رجال، قلت له كاين إناث؟ قال لي إيه. قلت له هما ثاني عندهم نصيب؟ قال لا. قال لي هذو ما يدوش. قال لي احنا عادتنا في دشرتنا المرأة ما تديش. قلت له لا يا رجل، أنا لا أحضر مثل هذا المجلس ولا أقسم مثل هذه القسمة. قال لي لماذا؟ قلت له لأن فيها جور وظلم وزور وبهتان، هذه عندها نصيب في كتاب ربنا، شكون أنت تجرأ على أن تحرمها هذا النصيب؟ سبحان الله العلي العظيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا. يهودي قال عليه ربي جما كبيرا كثيرا، يعني لا يتصوره الإنسان إلا من عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم نبهنا من غفلتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم سدد خطانا وثبت أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا، وصلي يا ربي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.